عزيز الطالب، يهدف هذا الفيديو إلى مساعدتك في معرفة كيفية استخدام أداة تتبع معايير المعلمين لإظهار الأدلة التي يمكن الرجوع إليها واستخدامها في ملفك النهائي. عزيز الطالب، أرجو منك أن تقرأ أداة تتبع أدلة معايير المعلمين بشكل دقيق، وتذكر أن هذه الوثيقة النهائية التي سيتم تقييمك فيها كناجح أو راسب في الوحدة الرئيسة الثالثة. لذا يجب عليك أن تظهر أنك استوفيت هذه المعايير أو على الأقل مستوى يعمل على. هذه الوثيقة هي وسيلة المقيم الخاص بك للعثور على الأدلة التي يحتاجها لتقييم ملفك الخاص. أمامك الآن نسخة معدلة من أداة تتبع المعايير، وهي مثال يدلك على كيفية تعبئتها. يمكنك أن تلاحظ بأننا قمنا بإزالة العمود الذي كان يمثل يعمل إلى في أداة التقييم الذاتي لمعايير المعلمين، ذلك لأنك في نهاية هذه السنة من المفترض أن تكون قد تجاوزت هذه المرحلة. أما العمود الأخير فيمكنك وضع الأدلة ممثلة برقم صفحة من ملفك، والتي تمثل كيف حققت كل معيار فرعي. وفي الأسفل تضع دائرة حول المستوى الذي قمت بتحقيقه، وذلك على جميع المعايير الرئيسة، أي يعمل على أو يتخطى.